عندنا الكفته ديال الجمل تنديروها بلا عطريه بلا بزار بلا حتى شي حاجه. تقريبا هذه المهنه تقريبا عندي انا في الداخله تقريبا شي جيت في 97. حنا معروفين تنجيبوا اللحم ديال الجمل، والجمل الاختصاصي الجمل هو ما يكونش فيه العطريه، كيكون بوحدو اختصاص بوحدو ما فيه لا عطريه لا بزار لا والو. هادشي اللي تنعرف انا هنا في الجمل، تنهضرك على الجمل الحمد لله. هذه تقريبا شي قول شي 25 عام وانا في الداخله، اللهم لك الحمد. الناس مزيانين، كلشي مزيان، حتى شي واحد ما مداير، والحمد لله. وتنشكر امي ونشكر وليداتي والمدام وكلشي الحمد لله. تقريبا شحال عام وانت في الحرف؟ هذه تقريبا عندي شي 11 عام، 11 عام الحمد لله. هذه تقريبا شي 11 عام وانا فيها. واش كنت تسمع واش كتجيبو من الباطوار؟ من تجي تجيب كاميو تيجي هادي تيحطو لنا حنا الناس يجيبو اللحم، معروفين الناس كاينين هنايا. والحمد لله اللحم الجمل موجود، الخير موجود. واش عندكم هنايا باطوار ديال الجمل؟ موجود، كاين باطوار واعر. لا لا ما يقدرش، كاين شي حاجه ويليه. واش حنا في الخلا، احنا في المدينه راه الداخله هادي راه معروفه تبارك الله، وشاد قدام والحمد لله. اللهم لك الحمد الحمد لله. أو تقريبا شنو المنافع ديالها؟ هي الناس ديال اللي فيهم السكر وفيهم كذا ياكل كفته الجمل، ويكون بلا عطريه بلا حتى شي حاجه، تكون اختصاصيه. يعني كفته الجمل بوحدها والبصله بوحدها، ما تكونش مخلطه معها الكفته وكذا، وهذاك الشيء راه ماشي جمل. يذوق بعدا هو الاول حتى يذوق، ما عجبتوش يحطها ويزيد بحالاته. يعني باش عرف كفته الجمل راه بالله راه اختصاصيه سبيسياليست، ماشي شي حاجه، شي حاجه مانيفيك، شي حاجه نيت. بالنسبه للسويه كتعجبهم هذه الماكله. اللحم الجمل ها هو بلا عطريه بلا والو، شتي ها هو الطروفه ديالو كلشي، ها شتي كيتخدم بحال هكا السك. عاودي لي كمان كيفاش الجمل ها اللحم ديالو كتجيبو انت كتحلق؟ هي ها الماكينه، شوف ها هي صورها شتي، ها هو ها المسائل ديالها ها كلشي. شنو هي الطريقه باش كتفاد؟ اختصاصي كاين الكفته والبصله، هاي هذاك الشيء تقليدي معروفين الحمد لله. ماشي وهنا في الداخل ملي تدخل الكارون تسول على حافظ معروف جمل راه 27 عام. الكفته الجمل اخويا كلها هي صحيه الحمد لله، ما فيهاش حالة كتضرك، تاكلها بالليل تاكلها بالنهار اي وقت كيكون ما عندهاش مشكل. والجمل اساس ديالو فوائد الجمل كلها هو صحيه، اللحم ديالو القرعي ديالو الدروه ديالو الكبده ديالو كله الحمد لله. الجمل تاكل العشوب تاكل الدواء وكله الحمد لله، كله الجمل في القران وكله الحمد لله الشفاء، والماء ديالو حاشاك من البول ديالو تورى صحيه، تشربوا الناس الامراض اخرى امراض معديه والحمد لله. وبالنسبه للكفته ديال البحافيظ، الكفته عنده الجوده عنده المليح والثمن مناسب، عندك كول ما عندكش كول. وانا راه 21 سنه وانا كنتعشى عند حبيب ونتغدى عنده ونجي عنده ديما، ماشي اول مره. وهاد الشهاده تنشهدوا بها في حقه، ماشي زعما قدامه ولا حبيب، راه انسان طيب والله عمره دار.